السلام عليكم. رسالة بغيت نوجهها لهاد المغاربة اللي في العالم بأسره اللي وقعوا ضحية نصب ديال هاد المجرم أو هاد الشركة المجرمة اللي هي باب دارنا، ولكن أنا بنهضر مع الضحايا بصراحة. اش غنقول لكم؟ اول حاجه اتضامن معكم، انا يعني حس بكم تنتاسف لكم، يعني ما عجبنيش هذا الشيء. ولكن منين جاء المشكل هذا؟ المشكل جاء من عدم الامتثال للشرع وعدم التفقه في الدين، لان في التعاملات الماليه احنا الاسلام عندنا دين شمولي، يعني تتكلم على كل شيء وتنظم كل شيء لحياه المسلم بما في ذلك خصوص ما يخص يعني العلاقات المالية أو التعاملات المالية. نذكركم بأن أكبر آية في القرآن هي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا عبدنا شارجين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل من أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. لكن هنا بالنسبة للبيع والشراء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الحديث هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر، بل البر بالبر والقمح والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا الشاهد عندي أنا في الحديث، المهم عندي أنا اللي بغيت أنا هو هذيك يدا بيد. أشنا هي يدا بيد؟ أي حاجة بغيت نبيع ونشري هو انني هاك ورا، هذا احسن بيع وشراء. وبالاضافه لهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث اخر ان الانسان لا يجوز ان يبيع ما لا يملك. تبيع الحوت في البحر، تشري الحوت في البحر ولا الطرف في الشجره، لا يجوز. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعها عن بيع الغله قبل ان تنضج. تقول بنادم هذا الشجره هذا فاش غيكبر التفاح انا غنبيعو لك بشحال تشري من عندي، باقي ما نضج، كاين التفاح اولا كاينه الغله او التمر او غير ذلك، ولكن باقي ما نضج، باقي ما بينش كي غادي يولي، يعني باقي ما طابش. فما بالك انت كتشري واحد المشروع؟ انا كنعرف غتقولوا لي اغلبكم هذا الشراء معمول به، فعلا هو معمول به، الناس شراء وكتشري وكتبيع في البلان وكذا، ولكن هذا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاحسن الانسان راه تيقولوا مش كل مره تسلم الكره، ماشي ديما الانسان كدوز الامور بخير. احسن حاجه نشري فلوسي عندي، نهضر مع داك اللي باغي يبيع ليا، اشنو بغيتي تبيع ليا؟ اشنو عندك؟ وريني المنتج ديالك، نمشي نزورو ونقلبو ونبحث عليه ونسولو وندير انسبكسيون ديالي ونبحث نجمع معلومات على داك لو بيان فاش نقتنع. توكل على الله واستخر الله ونشري شنطا. حاجه اخيره، يا ما ناس مشات ليها فلوس، ماشي نتوما الاولين، يا ما ناس مشات ليها فلوس وفلوس كثيره، كاين اللي مشات ليه ملايين بل الاف الدولارات، وكاين مشات ليه ملايين الدولارات، يعني هذا الشيء تيوقع في الحياه. المهم الانسان هو يدير عقله، الانسان هو يدير عقله ويستفد ويتعلم دائما. يرد الانسان القدر لله، اي حاجه كتصيبك هي مقدره عليك من قبل ان يخلقك الله عز وجل. اذا لا يفهم من كلامي ان ما نجيش الاسباب وما نتبعش هذا الشخص هذا وهذه الشركه ونبذل مجهودي انني نسترد اموالي، هذا كذلك يكون بقدر الله. نجتهد نرد فلوسي، ولكن انت نهضر على النفسيه ديالك، النفسيه ديالك برد على راسك واعتبر هذه مصيبه من عند الله وصبر ليها وابتغي الاجر عند الله، وخذ الاسباب الشرعيه ديالك وتقاتل على فلوسك وعلى رزقك اللي شديتيه بالحلال. وانا نبشركم بخبر ان هذوك الفلوس الا كانوا حلال راه ما غاديش يمشيو ان شاء الله عز وجل. ثم تاخذ الاسباب ديالي ونتعلم من هذه المسائل. كاين الناس مشات لها فلوس ونفكر ان مشات واحد الحاجه بقات حاجه اخرى، غيرك مشات له الصحه وغيرك مشات له فلوس والصحه، الا مشات الفلوس باقي الصحه الحمد لله وباقي اشياء اخرى.
ونكون إيجابيين في التعامل مع هذه الأزمة هذه، فكل شيء يصيبنا هو بحكمة، ويمكن أن نحولها إلى نقطة قوة. هذا هو إنسان ناجح الذي يحول. أنا أشك، لا أشك يعني أن معظمكم أناس ناجحين، لكن لا تدع هذه الأزمة تؤثر على نجاحك وعلى سيرتك وعلى حياتك يعني الشخصية والعملية وبشكل عام. اللي عنده أسئلة اللي بغيت توصل معايا الواتساب ديالي في آخر الفيديو. شكرا والسلام عليكم.